ندى هداوي، ممثلة مغربية، عندي 23 عام. شاركت الحمد لله في عدة مسلسلات مغربية. آخر مسلسلات اللي بتاتخ عاقلين عليهم الناس، مسلسل مكتوب اللي كان داز في الشهر ديال رمضان اللي فات، ومسلسل نصف قمر. المشاركة ديالك في المكتوب تكلمنا عليها، كيفاش جات؟ المشاركة ديالي في مسلسل المكتوب كانت تجربة جديدة بالنسبة لي. كان ان بيرسوناج جديد، ان بيرسوناج مختلف على اللي لعبت قبل. بيان سور كان ان تشالنج بالنسبه لي، بحال كاع لي تشالنج اللي دوزت قبل. فرحت بزاف بالتعامل ديالي مع 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 ليكيب، وكنتمنى تكون ان شاء الله اول وماشي اخر مره. شنو الطبع اللي خلى فيك طبعا اللي خلى فيا المكتوب ان كلشي كيعيط لي نسيمه، كلشي الزنقه كيعيط لي نسيمه، وكلشي كيسحب لهم انا دايره بحال نسيمه، ما عرفتش علاش. بوتيت هذا هو الطابع اللي خلى فيا المكتوب. واش شتينا في الحياه ديالك هكاك بحال نسيمه ولا مختلفه؟ شوف صراحه كنت شبه انا ونسيمه في شي حوايج، مي ماشي في كلشي، فريمون ماشي في كلشي. انا ظريفه، كنبغي عائلتي، ما كنبغيش لهم مشاكل، ولكن بوتيت نسيمه كانت شويه كيف ما كنقولوا كتعامل على بزاف ديال الحوايج. كانت نية بزاف. وي العلاقه ديالك مع المهدي فين وصلت؟ العلاقه ديال نسيمه والمهدي سالت في المكتوب، كان غادي يكون شي جزء ثاني ان شاء الله، راه ديك الساعه غادي نشوفوا شنو غادي يوقع. صافي هادشي اللي كاين. شي مال اللي كان جزء ثاني شنو صراحة ما نكذبش عليك، يعني انا بيرسونيلمون ما عارفاش. بزاف ديال الناس كيطالبوا بالجزء الثاني، وانا براسي كنتمنى يكون جزء ثاني، وهي ملي غادي تكون شي حاجه غادي نقولوها ان شاء الله. نقدروا نشوفوك زوجه مع المهدي مره ثانيه ولا غادي تكون صراحة جو سي با، سا ديبون دو سيناريو ديال الجزء الثاني. شنو الجديد ديالك؟ زعما خدامة الجديد ديالي عندي مسلسل سميتو جوديا من اخراج صفاء بركه، وعندي فيلم سينمائي ان شاء الله يا ربي. الجزيره ديالك مدينه طنجه، كيفاش كتجيك طنجه؟ الاجواء ديالها شنو الحاجه اللي صراحه كتعجبني مدينه طنجه بزاف، كتجيني نقيه زوينه، فيها ما يتشاف، سورتو فيها البحر زوين. شي كلمه كون الشماليه تاع الجزيره؟ كيفتينا؟ صافي بركه، بلوي يضحكوا عليا. كلمه الاخيره للجمهور اللي كيتبعك؟ شكرا بزاف للجمهور اللي كيتبعني، شكرا على الحب ديالكم، شكرا على اي حاجه زوينه كتقولوها ليا، كنبغيكم بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.